بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في درس هذا اليوم سوف نتحدث عن ما يعرف بالقوى بين الجزيئات من ضمن دروس كيمياء مقررات ثلاثة في الصف الثالث الثانوي. نبدأ على بركة الله باستعراض أهدافنا من هذا الدرس وهي كالتالي: يجب أن تكون أخي أختي الطالبة قادر في نهاية هذا الدرس على تصنيف القوى بين الجزيئية، أو لم تكن قادر على أن تصف القوى الجزيئية، كذلك يجب أن تكون قادر على أن تقارن بين القوى الجزيئية. فعندنا هدفين هي تصنيف القوى بين الجزيئية وكذلك المقارنة بين هذه القوى. من خلال الصورة التي أمامنا، ما الصورة التي يتواجد عليها الماء في الظروف العادية؟ هل الماء يوجد في الطبيعة على شكل مادة سائلة، أم يوجد على شكل ثلج أو جليد أو مادة صلبة، أو كذلك يوجد على شكل بخار أو في الحالة الغازية؟ من المعروف أن الماء يوجد في الظروف الطبيعية في الحالة السائلة. إذا الماء يوجد في الطبيعة في الحالة السائلة. إذا الماء في الطبيعة يوجد في الحالة السائلة. فلذلك تختلف المواد من حيث وجودها في الطبيعة. فهناك مواد في الحالة الغازية وأخرى في الحالة السائلة وأخرى في الحالة الصلبة. إذا تختلف المواد من حيث الحالة الفيزيائية، وهناك مواد سائلة وهناك مواد صلبة وهناك مواد غازية. ما السبب في اختلاف الحالة الفيزيائية للمواد؟ طبعا تختلف المواد من حيث القوى التي تشد جزيئاتها مع بعضها البعض. فإذا كانت القوة كبيرة جدا في الظروف الطبيعية التي تشد الجزيئات مع بعضها البعض، فإن المادة سوف تكون في الحالة الصلبة. أما إذا كانت القوة أقل من ذلك فتكون المادة في الحالة السائلة. أما إذا كانت القوة التي تشد جزيئات المادة ضعيفة نوعا ما فتكون المادة أو شبه منعدمة فتكون المادة في الحالة الغازية. إذا عدمت القوة التي تربط الجزيئات مع بعضها البعض فالمادة تكون في الحالة الغازية، وإذا كانت هناك روابط لكن هذه الروابط تكون ضعيفة نوعا ما تكون المادة في الحالة السائلة، وإذا كان هناك ترابط بين جزيئات المادة وهذا الترابط يكون قوي فإن المادة تكون في الحالة الصلبة. فعندنا نوعين من أنواع القوة: قوة تربط الجزيئات، القوة التي تربط الجزيئات، والقوة التي تربط ما بين الجزيئات. إذن عندنا قوة ترابط الجزيئية وقوة بين الجزيئات. القوة أو قوة ترابط الجزيئية هي ثلاث أنواع، وهي روابط أيونية، روابط تساهمية، وروابط فلزية. بمعنى هذه القوة تربط ذرات الجزيء الواحد فيما بينه. أما القوة بين الجزيئية فهي تربط الجزيئات مع بعضها البعض، وهناك ثلاث أنواع من هذه القوة، وهي قوة التشتت والقوة التبعية القطبية وكذلك الروابط الهيدروجينية. ومن هذه الروابط المهمة جدا هي الروابط الهيدروجينية، حيث تعتبر الروابط الهيدروجينية من الروابط الهامة جدا في تحديد خواص كثيرة من المركبات. أول نوع من الروابط التي تشد ذرات الجزيء الواحد. إذا كان عندنا جزيء يتكون من ذرة صوديوم وذرة الكلور، كيف ترتبط ذرة الصوديوم مع ذرة الكلور؟ عند وجود عند التوزيع الإلكتروني للصوديوم
وذرة الكلور نجد أن الصوديوم يكون لنا أيون موجب الشحنة، والسبب في ذلك أن الصوديوم يوجد في مداره الخارجي إلكترون واحد فيفقد هذا الإلكترون ويتكون لنا أيون الصوديوم الموجب. أما بالنسبة للكلور فإن الكلور يحتوي على 7 إلكترونات في المدار الخارجي، وبالتالي يكتسب إلكترون فيتكون لنا أيون سالب الشحنة. فبالتالي من خلال هذه الصورة نجد شحنة موجبة ونجد شحنة سالبة. الشحنة الموجبة تعني لنا أيون الصوديوم، والشحنة السالبة تعني لنا أيون الكلور. فلما نقول كيف تنشأ الروابط الأيونية، فهي عبارة عن رابطة تنشأ. إذن الروابط الأيونية، روابط الأيونية هي روابط تنشأ عندما ينجذب أيون موجب مع أيون سالب. إذن الفكرة العامة في تكوين الروابط الأيونية هي أن الأيونات الموجبة تشد الأيونات السالبة، وبالتالي تتكون لنا ما يعرف بالروابط الأيونية. طبعا فكرة الأيونات هي عملية فقد واكتساب للإلكترونات حسب إلكترونات المدار الخارجي. أما بالنسبة للروابط الهيدروجينية، فجزيء الهيدروجين على سبيل المثال، جزيء الهيدروجين يتكون عندما تشارك ذرة الهيدروجين أو كل ذرة هيدروجين بالإلكترون الموجود في المدار الخارجي، وبالتالي ذرتين هيدروجين، كل ذرة هيدروجين لديها إلكترون واحد، وبالتالي تشارك كل ذرة بهذا الإلكترون من أجل تكوين رابطة تسمى بالرابطة التساهمية. إذن تتكون الروابط التساهمية عندما تشارك كل ذرة بإلكترون من مدارها الخارجي. إذن لدى كل ذرة من الذرات إلكترون أو أكثر في المدار الخارجي، لكنها تشارك في إلكترون أو أكثر من أجل تكوين رابطة تعرف بالرابطة التساهمية. النوع الثالث من الروابط وهي الروابط الفلزية، وعادة هذا النوع من الروابط يتكون بين ذرات الفلز الواحد، بمعنى ذرات الحديد ترتبط مع بعضها البعض لتكون لنا قطعة من الحديد بواسطة روابط تعرف بالروابط الفلزية. حيث أن فكرة الروابط الفلزية هناك شحنة موجبة لنواة الذرة وإلكترونات حول نواة الذرة ذات شحنة سالبة، فيحدث تداخل بين إلكترونات الذرات مع بعضها البعض لتشكل لنا ما يعرف بالسحابة الإلكترونية، والسحابة الإلكترونية هي سبب ترابط ذرات الفلز الواحد. إذن عندنا مقارنة بسيطة بين الثلاث الأنواع من الروابط الموجودة داخل الجزيئات، وهي الرابطة الأيونية، وكما قلنا أنها تتكون نتيجة تجاذب بين شحنة سالبة وشحنة موجبة. أما بالنسبة للروابط التساهمية فهي تحدث نتيجة الإلكترونات المشتركة، يعني مشاركة الإلكترونات مع بعضها البعض. أما بالنسبة للروابط الفلزية فإن الروابط الفلزية تنشأ أو أساس التجاذب يكون بين الأيونات الفلزية الموجبة، يعني في شحنة النواة، والإلكترونات المتحركة وهي إلكترونات المدار الخارجي للذرة. تدريب بسيط نحاول نربط بين الرسوم الموجودة على اليسار مع ما هو مطلوب منا على اليمين. فمثلا الرسم الذي يشكل لنا رابطة أيونية، فكرة الروابط الأيونية هي ارتباط أيون موجب بأيون سالب،
ونشاهد ذلك في الرسم الموجود في المنتصف، وبالتالي الرسم الموجود في المنتصف يشكل لنا الروابط الأيمنة. أما بالنسبة للروابط التساهمية فهي عادة تتكون عند وجود إلكترونات في الذرة الأولى تشارك مع إلكترونات الذرة الثانية، وبالتالي الرسمة الموجودة بالأسفل تشكل لنا الروابط التساهمية. روابط فلزية عادة تتكون في ذرات العنصر الواحد مثل ذرات الحديد، وبالتالي ترتبط نواة الحديد الموجبة مع الإلكترونات الحرة حرة الحركة، وبالتالي فإن الرسم الموجود في أعلى الصفحة هو يمثل لنا رسم للروابط الفلزية. قوى التجاذب بين الجسيمات. الآن خرجنا من داخل الجزيء الواحد وأتينا إلى الروابط التي تشد الجسيمات مع بعضها البعض، وهي عبارة عن ثلاث أنواع، لكن هذه الثلاث الأنواع تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وهي قوى تشد جزيئات أو جسيمات متشابهة، يعني نفس الجسيمات، جزيئات ماء، جزيئات أكسجين، جزيئات مثلا غاز الكلور، كلها عبارة عن جزيئات متشابهة، أو قوى تشد جسيمات مختلفة مثل ذرات الكربون في الجرافيت. الجسيمات الجرافيت تختلف حسب تركيب ذرات الكربون. القوة الأولى وهي قوة التشتت أو ما تعرف بقوة لندن، هي من القوة الضعيفة التي تشد الجزيئات مع بعضها البعض، وعادة تتكون عند إزاحة مؤقتة. معنى إزاحة مؤقتة الإلكترونات الموجودة بين الذرتين تنجذب في اتجاه ذرة ذات كهروسالبية أكثر، بمعنى إذا وجدت ذرتين داخل الجزيء أحد الذرتين ذات كهروسالبية عالية، مثلا ذرة أكسجين مثلا وذرة كربون، ذرة أكسجين وذرة الكربون، فإن زوج الإلكترونات الموجود في الرابطة ينشد باتجاه الذرة ذات الكهروسالبية الأعلى، وبالتالي فإن زوج الإلكترونات ينجذب في اتجاه ذرة الأكسجين بعيدا عن ذرة الكربون، وبالتالي تكون على ذرة الأكسجين شحنة سالبة جزيئية، أما ذرة الكربون فتكون عليها شحنة موجبة جزيئية. وفي هذه الحالة تنشأ بين معظم الجسيمات نتيجة حركة الإلكترونات الدائمة في السحابة الإلكترونية، وبالتالي تنشد ذرة الكربون في الجزيء الثاني مع ذرة الأكسجين في الجزيء الأول، وبالتالي تتكون لنا ما تعرف بقوة التشتت. ما نوع جزيئات الأكسجين وماذا تسمى قوة الترابط بين جزيئات الأكسجين؟ الآن لدينا ذرتين أكسجين، نوع جزيئات الأكسجين هل هي من نفس المادة أو مواد مختلفة؟ طبعا هي لنفس المادة، بما أننا نتكلم عن جزيئات الأكسجين فهي تكون لنفس المادة، إذن نفس المادة، وتسمى قوة الترابط بين هذه الجسيمات بقوة التشتت، ترتبط جسيمات الأكسجين بقوة تعرف بقوة التشتت. إذن تترابط جسيمات الأكسجين بواسطة قوة تعرف بقوة التشتت. آلية تكون قوة التشتت، عندنا ملخص لآلية تكون قوة التشتت. في البداية اقتراب جزيئين إحداهما من الآخر حيث تتنافر السحابة الإلكترونية، تقترب الجزيئات مع بعضها البعض، وبالتالي تتكون لنا جزيئات ثنائية القطبية مؤقتة، بمعنى أن زوج الإلكترونات الرابط بين الذرتين يقترب في اتجاه الذرة معينة ذات الكهروسالبية الأعلى، ولكن هذا التقارب يكون بشكل مؤقت، فينجذب
تنجذب الذرة ذات الشحنة السالبة الجزيئية للذرة ذات الشحنة الموجبة الجزيئية. عادة تتركز الكثافة الإلكترونية حول نواة كل سحابة في جهة عن الأخرى. يشكل كل جزيء ثنائي قطبية مؤقتة عند اقتراب ثنائية الأقطاب بعضها البعض، تتكون لنا ما تعرف بقوة التشتت. العوامل التي تؤثر في قوة التشتت هي عاملين: زيادة الحجم، كلما ازداد الحجم كلما قلت قوة رابطة التشتت أو ما تعرف بقوة التشتت، وذلك يكون بسبب بعد الإلكترونات عن نواة الذرة. كذلك زيادة عدد الإلكترونات يشكل زيادة في قوة التشتت نتيجة لزيادة قوة التجاذب بين النواة وإلكترونات المدار الخاص. القوة الثنائية القطبية تتكون عادة في الروابط التي تكون لها الصفة القطبية. إذا كانت الروابط تتميز بأن لها الصفة القطبية، فتتكون لنا ما تعرف بالقوة الثنائية القطبية. مفهومها هي قوة التجاذب بين مناطق مختلفة من الشحنات في الجزيئات القطبية. إذا القوة الثنائية القطبية عادة ما تتكون بين جزيئات تكون لها الصفة القطبية. لو أخذنا جزيء الكلوريد الهيدروجين أو حمض الكلور، يعتبر هذا الجزيء من الجزيئات القطبية، والسبب في ذلك الاختلاف الكبير في السلبية الكهربائية بين الهيدروجين والكلور، وبالتالي يعتبر هذا الجزيء جزيء قطبي. كذلك في هذه الحالة، لكن هذه الصفة القطبية دائمة مستمرة، أما بالنسبة لبعض الجزيئات تكون الصفة القطبية مؤقتة، وبالتالي في هذه الحالة تنشأ كما نشأت في قوة التشتت شحنة موجبة جزيئية وشحنة سالبة جزيئية، ولكن هذه الصفة تكون دائمة، صفة القطبية تكون دائمة، فتنشأ بينها قوة تعرف بقوة ثنائية القطبية. إذا ينجذب زوج الإلكترونات إلى الذرة ذات الكهروسالبية الأعلى، وفي هذه الحالة في هذا المثال هو الكلور، وتنشأ عليه شحنة سالبة جزيئية. أما ذرة الهيدروجين فهي الذرة ذات الأقل كهروسالبية، فتتكون عليها شحنة موجبة جزيئية نتيجة بعد زوج الإلكترونات عنها، وبالتالي كل جزيء يكون لنا ثنائي الأقطاب، فتنجذب الجزيئات مع بعضها البعض برابطة تسمى بالثنائية الجزيئية. عادة يحدث تجاذب بين الجزء الموجب جزئيا في الجزيء الأول مع الجزء السالب جزئيا في الجزيء الآخر، فتتكون لنا ما تعرف بالقوة ثنائية القطبية. مقارنة بسيطة بين قوة التشتت وقوة ثنائية القطبية: القوة الثنائية القطبية لابد أن تكون قطبيتها دائمة، أما قوة التشتت فإن قطبيتها تكون مؤقتة، ولهذا السبب تكون قوة التشتت ضعيفة، أما بالنسبة للقوة الثنائية القطبية فهي تكون قوة قوية. النوع الثالث من الروابط التي تربط الجزيئات مع بعضها البعض وهي الروابط الهيدروجينية. والروابط الهيدروجينية لها شرطين مهمين جدا. لكي تتكون الروابط الهيدروجينية لابد من وجود هيدروجين. هذا الهيدروجين يتصف بأنه مرتبط ارتباط مباشر مع ذرة ذات كهروسالبية عالية مثل الأكسجين، هذا في الجزيء الأول. والجزيء الثاني توجد له ذرة ذات كهروسالبية عالية مثل الأكسجين في جزيء الماء. إذا الروابط الهيدروجينية رابطة تنشأ بين الجزيئات التي تحتوي على الهيدروجين محتوي مع ذرات صغيرة ذات كهروسالبية عالية، وتنطبق عليها الشرطين. كما قلنا أن الهيدروجين يرتبط مع ذرة ذات كهروسالبية عالية في الجزيء الأول، ولو أخذنا نفس الجزيء بنجد أن هذا الجزيء كذلك يحتوي على ذرة ذات كهروسالبية عالية، وبالتالي في هذه الحالة تتكون لنا رابطة تعرف بالرابطة الهيدروجينية. من الأمثلة على المركبات
جزيء الماء، جزيء الماء يكون لنا روابط هيدروجينية، فلذلك نجد أن درجة غليانه عالية بسبب قوة ترابط بين جزيئات الماء. جزيء الميثان على سبيل المثال لا تتكون فيه روابط هيدروجينية، وبالتالي تكون درجة غليانه منخفضة، وكذلك جزيء الأمونيا لا تتكون فيه روابط هيدروجينية، ولكن تتكون فيه روابط ثنائية القطبية، فلذلك أو عفوا قوة تشتت، فلذلك تكون درجة غليان أو درجة الغليان له أكثر انخفاض. مثال، اربط من حيث الرسوم الموجودة يسار السؤال مع القوى الثلاث. لدينا قوى ثنائية القطبية، واحنا نقول القوى الثنائية القطبية عادة ما تنشأ في جزيئات قطبيتها دائمة، بمعنى تكون الصفة أو الشحنة السالبة الجزيئية والشحنة الموجبة الجزيئية دائمة، وعادة ما تتكون عندما ترتبط أحد عناصر المجموعة الأولى أو عناصر المجموعة الثانية مع عناصر ذات كهروسالبية عالية مثل الأكسجين وعناصر المجموعة 17. وبالتالي لو لاحظنا في الجزيء الأخير أن الجزيء الأخير يحتوي على كربون، عفوا على كلور وهيدروجين، الهيدروجين من عناصر المجموعة الأولى والكربون من ضمن عناصر المجموعة 17، فلذلك فرق الكهروسالبية بينهما كبير، فلذلك الصفة القطبية بين هاتين الذرتين صفة قطبية دائمة، وبالتالي تتكون في هذه الحالة أو تربط الجزيئات مع بعضها البعض بواسطة روابط تعرف بالقوى الثنائية القطبية. قوى التشتت هي قوة عادة تنشأ بين جزيئات فيها قطبية، ولكن هذه القطبية مؤقتة، ونلاحظ من خلال الرسم أعطانا هنا كلمة قطبية مؤقتة، وبالتالي هذا النوع من الجزيئات يتكون فيه روابط تعرف أو قوة تعرف بقوة التشتت. الروابط الهيدروجينية هي روابط عادة ما تنشأ بين جزيئات تحتوي على هيدروجين، والهيدروجين مرتبط بذرة ذات كهروسالبية عالية في الجزيء الأول، ووجود ذرة أكسجين أو ذرة ذات كهروسالبية عالية في الجزيء الثاني، وبالتالي هذا الجزيء يكون أو هذه الجزيئات تكون لنا ما يعرف بالروابط الهيدروجينية. وصلنا إلى ختام هذا الدرس. إذا مفهوم قوى الترابط بين الجزيئات والقوى بين الجزيئات، فهناك روابط تربط ذرات العناصر المختلفة في الجزيء تسمى بالقوة الترابط الجزيئية، وهي ثلاث أنواع، إما روابط تسامية أو روابط أيونية أو روابط فلزية. أما القوة بين الجزيئات فهي أيضا ثلاث أنواع من الروابط، وهي قوة تشتت وقوة ثنائية القطبية والروابط الهيدروجينية. إذا عندنا ثلاث أنواع، قوة تشتت قوة بين جزيئية بين أقطاب مؤقتة، إذا تتكون قوة تشتت عندما تكون القطبية مؤقتة، كذلك تحدث قوة ثنائية القطبية بين جزيئات قطبية. لما نقول جزيئات قطبية يعني إن قطبيتها دائمة. إذا هذا هو ملخص درسنا لهذا اليوم، أتمنى أني قد وفقت في إيصال المعلومة المناسبة، وأتمنى لكم كل التوفيق، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.